فريق صباح العربية دائما عندنا الأشياء الحصرية والمش معروفة. أكثر مادة كنت تحبيها في المدرسة مادة اللغة الألمانية، وكنت تحبين تناول طبق الكسكسي من يد والدتك السيدة فاطمة بن بنت عمارة النفدي، وكنت في كورال الأطفال في التلفزيون التونسي النفزي. وبرضه مش قليلة هربتي مرة من الحضانة في سن مبكر روضة الأطفال في منوبة. شو ممكن تحكي لنا عن هالأخبار اللي ما حدا بعرفها مبدئيا؟ لا ده انت ما شاء الله يعني عندك معلومات. نحكي لك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ كيف هربت من المدرسه؟ شو هالفكره اللي اجتك؟ كورال الاطفال فعلا. لا مش من المدرسه، من الحضانه. الحضانه لسه اصغر يعني. كانت مديره الحضانه مديرة الحضانة قريبتنا، قريبة أبويا يعني. نعم. وما عرفش ليه يوميها أنا زهقت وقلت خليني نروح، عايزة أروح. جري وراي. لأنه أنا طول عمري ما بهتمش بألعاب الأطفال. نعم. خالص، حتى وأنا صغيرة ياخذوني مراجيح وياخذوني الحاجات اللي يلعبوا فيها الصغار. ما نهتمش. نعم. نحب نروح نقعد نعزف بيانو، نحب نسمع موسيقى. من زمان جايبك الوولكمان تاع زمان، نقعد نسمع سمهان وام كلثوم الصنباطي، وانا طفله يعني كنت بحفظ ادوار لام كلثوم لسمهان. فهذه حاجه من الحاجات.